السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عندي اللوحة هنا 2D وعايز أحولها ل3D، لما تيجي حتى تقول له إن أنت عايز تعمل روتيت، هتلاقي هي زر واحد بس، روتيت فيو، ومش مديك إن أنت تشتغل في ال3D. لو أنت عايز تظهر الواي والإكس، هتيجي هنا وتقول له أنا عايز أظهر ال ASC بالشكل دوت، تمام؟ هتلاقي إن الزد مش ظاهر معاك. طيب أعمل أحوله ل3D إزاي؟ أقول له إن أنا عايز أعمل إكسبورت لل3D، ونختار له اسم بقى حلو كده على ذوقنا، وليكن مثلا 3D. شايف اللي بتاع، وبيقول لي بقى توب وبوتوم وليفت ورايت، كل الحاجات دي بدأت تظهر ما كانتش موجودة قبل كده. فأقول له اوكي، تمام. خلينا نفتح الملف، هقول له فايل اوبن، واقول له ان انا عايز اختار الملف اللي اسمه 3D اهوت. هنلاقي نفس اللوحة اللي احنا رسمناها، لكن بدأ يظهر معايا حاجات جديدة. ان انا لو دوست هنا هلاقي عندي التوب والفرونت والرايت والايزومتريك والبوتوم، كل الحاجات دي ما كانتش موجودة قبل كده، تمام. ممكن دلوقتي بقى تلاقي ترسم سوليد اهوت، تقول له مثلا عايز ارسم سلاب سوليد بالشكل دوت، وهتلاقي ان انت ممكن ترسم، لو دوست شيفت تبدأ تظهر معاك ال3D بالشكل دوت اهو. تقدر بقى تظهر ال X و Y و Z يظهروا معاك. تقدر تيجي هنا وتختار بقى اللي انت عايز تشوف بقى display style، ال style اللي انت عايز تشوف بيه، عندي مثلا بالشكل دوت. عايز تظهر shaded مثلا او اي حاجة من الحاجات دي تقدر تختار. بالشكل دوت دوست شيفت والبكرة اللي في النص بحيث ان هو يلف معايا. ولما تيجي تقول له انا عايز اعمل مثلا روتيت فيو، فهتلاقي ظهر اختيارات كتيرة جدا. الاول كان 3 اختيارات بس، لا دلوقتي بقى فيه اكتر من حاجة. تقدر تختار مثلا 3 نقاط، فيبدأ يغير لك الشكل على ال3 نقاط بتوعك بالشكل ده.